تعالوا نروح لتقرير تاني. امبارح رحل عن عالمنا واحد من فلاسفة الفن المصري، الدكتور أحمد حلاوة ربنا يرحمه. الراجل ده كان عبقري وكان محب للفن، كان هدفه هو تعليم الأجيال الحالية والأجيال القادمة الفن والثقافة، وكان بيعمل دورات تدريبية وورش عمل كتيرة جدا وكلها مجانية. ليه؟ لأنه كان هدفه بالفعل أنه هو يعلم الناس، وكان عنده نظرية كده في حياته بشكل عام، اللي هي نظرية السكينة. السكينة أنت ممكن تستخدمها في أنك تقتل حد، أو ممكن تستخدم هذه السكينة في أنك تقشر برتقانة وتحصل على فيتامين سي، فأنت اللي بتقرر تعمل إيه. ويحكى من ضمن الحكايات أنه راح للشيخ شعراوي لفترة من الفترات، كان بيمر بأزمة، فكان راح عشان يعتزل الفن، فقال له أنا عايز أعتزل الفن، أنت إيه رأيك؟ فقال له نفس الموضوع ده. ومن هنا بدأ يمشي بهذه النظرية، أن الفن عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكين أنت تقدر تستخدمه زي ما أنت عايز، لكن النتيجة بتاعته هتكون إيه؟ مبدع ودمه خفيف، فنان كبير وفنان قدير، الفنان أحمد حلاوة. ورحلة استثنائية فنية مميزة انتبه في هذا التقرير. رحيل حزين لواحد من المبدعين، فنان بدرجة فيلسوف، عشق الفن وأفنى فيه عمره، هو الفنان الكبير أحمد حلاوة. ولد الفنان أحمد حلاوة في 7 يناير عام 1949 في القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات. بدأ مسيرته الفنية مع الفنان أحمد راتب عقب التخرج من الجامعة، والتحقا سوياً بمعهد الفنون المسرحية. كان دائماً يحقق المركز الأول على الدفعة طوال سنوات دراسته الأربعة في معهد التمثيل، وحصل كذلك على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا. على خشبة المسرح كانت انطلاقة الفنان أحمد حلاوة، والذي ظهر في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية ودرامية ما زالت محفورة في ذاكرة المواطن المصري والعربي، تجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا. رفض استغلال صلة قرابته من الفنان الراحل فايز حلاوة، وأصر أن يشق طريقه بمفرده مستنداً على موهبته وحبه للفن، وكانت أولى مشاركاته على المسرح مع المخرج سمير العصفوري. قدم الفنان الراحل أحمد حلاوة ما يزيد عن 200 عمل فني، أشهرها من المسلسلات رأفة الهجان، دموع في عيون وقحة، أهل كايرو، والاختيار اثنين. من أبرز أعماله أيضاً الرجل الأخطر، العذاب امرأة، أمن دولة، والأب الروحي، وأفراح إبليس. آخر أعمال الفنان الراحل هو فيلم أحمد نوتردام برفقة رامز جلال في العام الماضي، وحكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب، التي عرضت خلال الفترة الماضية وحققت نجاحاً كبيراً. رحمة الله على الفنان الجميل الدكتور أحمد حلاوة، اللي كان قريب من أجيال مختلفة، قريب من أجيال الكبيرة، وقريب كمان من الأطفال بالمادة اللي كان بيقدمها. يعني شفنا قد إيه كانوا الأطفال مهتمين بآخر الشخصيات اللي كان اتعرضت له في رمضان، مسلسل نيلي وشريهان، قد إيه كان مهتمين جدا بالشخصية دي، ولم يمهلوا القدر إنه يشوف آخر أعماله اللي هيعرض إن شاء الله قريبا فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي.